في تربص يا كابتن. ما ليش علاقه، اللي هيقول كلام واللي هيزيده واللي هيعيده ما ليش علاقه خالص، لكن انا بتكلم في الفير، بتكلم في الفير زي ما حصل معايا او حصل في وقت من الاوقات، مش هسمح ابدا ان هو يحصل، ما يحصلش مع غيري. انا لعبت في 10 في 28 يوم 10 ماتشات، انا سامع ان مباراه الزمالك والمحله هتبقى في اسكندريه، ده على اساس ايه؟ على اساس ان المباراه هتبقى في اسكندريه، عشان الزمالك عنده بعدها بيومين مباراه مع الاتحاد السكندري يوم 6، يوم 3 ويوم 6. طيب هسال سؤال، انا ما بتكلمش بلسان الجونه، ما بتكلمش بلسان الجونه، الجونه لها اداره محترمه ولها جزمه، لا بالجونه بتكلم، بالجونه، الجونه لها اداره محترمه واجهزه محترمه ولاعيبه محترمه وكل حاجه، بس الجونه في الاسبوع ال 31 في الاسبوع، اسف، ال 32 عندها سموحه في اسكندريه، وبعدها بثلاث ايام عندها الاهلي في الجونه. هل لو طلبت الجونه انها تلعب في اسكندريه هيتم الموافقه على كده؟ هي نفس الكيس، هي نفس الكيس. مش عايز بقى واحد يطلع يتنطط ولا حاجه في قناه ويقعد يقول لك اوعى تاجل على الله، لا ده مش كده. الفير اللي حصل مع الغير يحصل مع دول. انا ما بتكلمش بلسان الجونه، بس بضرب مثال، الزمالك هيلعب مع المحله في اسكندريه، عايز يلعب في اسكندريه عشان هيلعب الاتحاد بعدها ب 48 ساعه في اسكندريه. طب الجونه، انا ما بتكلمش مثال الجونه، انا بدي مثال، الجونه هتلعب مع سموحه في الاسبوع ال 32 في اسكندريه، وهتلعب الاهلي بعدها بثلاث ايام في الجونه. لو طلبت الجونه انها تلعب الماتشين في اسكندريه، انها تلعب سموحه لان ده ماتش سموحه، وطلبت ما حدش يقدر يقول لها حاجه، ما حدش يقول لها تلت الثلاثه كام، ما حدش هيقول لها تلت الثلاثه كام، لان انت بتلعب، انت صاحب الارض، فبتاخد فرقه توديها في فرقه ثانيه، خلاص. الجونه لو طلب كده ما حدش يفتح بقه، اوكي؟ ليه بقى؟ لان ده اسمه تكافؤ الفرص، اوكي؟ زي ما بتسمح لغيرك تسمح ليك. اثنين، انا لعبت 10 مباريات مضغوط جدا، مضغوط جدا، كان فيهم ماتش كاس، كان فيهم ماتش النصر في الكاس، مظبوط. النهارده بيقول لك لا احنا عايزين ناجل مباراه الزمالك واسوان في الكاس، ده على اساس ان انا كنت بلعب برضه النصر ما كانش في الكاس لما اتضغط. يعني انا مش عايز اقول لان انا مش صاحب القرار، اوكي، لكن طالما حصلت مع فرقه مش هنسمح ابدا انها ما تحصلش مع فرقه، مش هنسمح ده، لان انت حصل فيك ده، اوكي، لان انت اتضغط وهتتضغط. طب انا عندي الاسماعيلي يوم 9 وعندي ام بي يوم 12، يعني 9 و 12، انت عايز تلعب من يوم 6 وتريح لحد يوم 12، يا صلاة النبي، يعني واحنا كده قاعدين جنب مفيش مشكله، يعني بندي لك الدوري واحنا ساكتين.